خوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنصبي جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري أسعد يا ربي والدتي كم سهرت من أجل ليالي ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال تسمو بعظيم الأفعال السلام عليكم خوتي خواتاتي كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كيف بقيتوا مع صيام؟ كيف بقيتوا مع قراءة القرآن؟ كيف بقيتوا مع الأجواء؟ يا ربي تقبل منا جميعا ويجعلها في الميزان المقبول إن شاء الله. يلا حبيبي اليوم غادي نقدم معكم واحد الطرطة مالحة كتكون بالطماطم، وهي كتكون بالطماطم غير هاد الحمرة هذه، ولكن اليوم أنا بغيت غادي نديرها معكم بجميع الأنواع ديال الطماطم. قلت علاش ما نستفدش منهم ونديرهم في الطورطة هذه ونشاركها معكم. يلا حبيبي كتاخذوا طماطم اي نوع كتفضلوا نتوما، هذه 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 الصفراء كلشي، هذه الخضراء راها احلى وحده فيهم، كتكون حلوه كتكون حلوه، كيجي المذاق ديالها حلو. الناس اللي ما كتعجبهمش الحموضيه ديال هذه راها كتكون حلوه غزاله. مهم حبيبي كتاخذوا مطيشه طماطم اللي بغيتوا نتوما. عندنا الاعشاب المنسمه اي نوع ما كانش عندكم كتكتفيوا بالزعتر او بالزعتره، يعني ماشي ضروري يكون عندكم الاعشاب كلها مخلطه. عندنا صلصه الطماطم، البنات اللي مازال ما شافوش الصلصه ديال الطماطم راها موجوده في القناه. وعندنا هذا الفروماج، انا خديت فروماج اللي فيه ثلاثه ديال الانواع، ولكن تقدروا نتوما تكتفيوا غير بواحد اللي فيه نوع واحد ولكم الاختيار، انا كنعطيكم غير الفكره ولكن كل واحد كيدير اللي عنده موجود. وعندنا العجين المورق لا بات فيتي لا بغيتو، هذه يعني تستعملوها ديال الدار ديال الدار او هذه اللي مشريه مشريه، هذا الشيء اللي كاين. وعندنا شويه ديال البزار الاسود، وعندنا الملحه البنات. صافي هذا الشيء اللي غادي نديرو فيها ان شاء الله. يلا بقاو معايا، راها ساهله بنات ساهله، اسهل تورته وكتجي غزاله في المذاق وكتجي روعه، واللي كلاها كتعجبو ما كاينش شي واحد كياكلها وما كيقولكش عطيني الوصفه. يلا حبيبي نبداو ان شاء الله الوصفه ديالنا الطريقه. اول حاجه البنات غادي ناخذ الطماطم ديالي غادي نغسلها وغنقطعها على شكل دوائر. هانتوما البنات قطعت على شكل دوائر، هانتوما كيف كتشوفوا، وخليت كل لون بوحديتو باش تجيني ساهله ملي نكون كنستف ما يتخلطوش. دابا البنات غادي ناخذ العجينه غنديرها في الصحن ديال الفرن وغادي نبدا معكم الخدمه ان شاء الله. هانتوما البنات كتاخذوا العجينه ديالكم كديروها، خاصها تكون عشوائيه ما تكونش يعني مستفه ومقطعه هنا مع الجنب وكلشي، كتبقى هكا عشوائيه كي كديروها. كدير لها واحد التقيبات خفافين راك عارفين على حسب باش ما تنفخش ملي تكون كطيب. صافي وغادي نبدا ندير لاصوص هكذا. اي نوع ديال الصلصه ديال الطماطم اي نوع بغيتو البنات ديرو، ماشي ضروري كتكون فشي وحده، مركزه غير مركزه كيف ما بغات تكون غادي ديروها. والبنات اللي ما باغينش يديروا الطماطم هنايا نقولوا ما غوش ولا ما كانتش واجده، بعض المرات ما كتكونش واجده ماشي ضروري باش نديروا نفس الحاجه، تقدروا ديروا لا موطارد البنات لان الاصليه كتخدم حتى هي بلا موطارد كتجي روعه البنات، ديال لا موطارد كتجي غزاله حتى هي. ولكن انا بناتي كتجيهم ما كيبغيوش الطعم ديال لا موطارد ما كيبغيوها ليش، الوغ كنفضل ندير هذه ديال الصلصه. هانتوما البنات غادي ناخذ شويه ديال الاعشاب المنسمه، لان هذه ما عنديش فيها انا المعدنوس والقزبر وكل شيء، يعني هذه طبيعيه كنت درتها. غادي نرشهم هكذا ومن بعد غادي ندير البنات الفرماج. الفرماج محكوك اي نوع البنات اللي كان عندكم ديال الفرماج، حتى اللي ما كانش عندها موجود هذا تاخذ المثلث او المربع ديرو في المجمد الى حتى يجمد وتحكو
حتى هو كيجي غزال، كيجي روعة. انا ملي ما كيكونش عندي هذا واجد كناخد غير هذاك المربع او المثلث وكنديرو في المجمد وكندوزو في الحكاكة، او هو عندي الفرماج غير هو خصكم تحكوه مباشرة على شنو بغيتو ديرو، لانه الا حكيتو على شي بلاصه بغيتو تهزوه كيتعجن لانه دغيا كيسخن. صافي البنات هانتوما درت لها الفرماج كامله، هانتوما بهذا الشكل هكذا. ودابا غادي نهز الطماطم ونبدا كنحطها هكذا على هذا الشكل هكذا. كنولي نعاودها لكم البنات، ماشي ضروري يكونوا الالوان، انا غير من حيث انها متواجده عندي هذه وبغيت نجربها هاد المره بالالوان، يعني اختياريه. اما هي الاصليه كتخدم بالحمراء ماشي بديال الالوان، كتجي صعيبه الخدمه ديال انك تشد بيد قلها هاد الصفرا هادي ندير لها وحده حمراء ياك البنات باش تجي باينه، لان جات البرتقالي مع الصفراء شتي هكذا جات زوينه. راه اسهل 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 طارطه البنات، خصني دابا نتبع الالوان ياك. شنو درنا؟ درنا خضره ندير موراها البرتقاليه باش تجي هذاك شي شويه متناسق، برتقالي موراها الاحمر. انتوما البنات غادي نكمل معكم غير هاد الدوره ومن بعد غادي نكملها، لان الاحمر موراها الاصفر، مور الاصفر كاين الخضر. شوفوا البنات الجوع شنو كيدير، هو انه ملي كتكون صايم كيقول لك العقل بزاف ديال الحوايج. موراها البرتقاليه هي كتصوب غير بالحمراء، وانا من حيت لقيت هادو لقيتهم في ليدل البنات صافي مع الجوع بانت لي فيهم، قلت صافي غادي ندي هذيك التورته اللي بغيت ندير، غادي نديرها بهاد الالوان هادو. هادو الجوع وما يدير، راه ماشي مور الحمراء موراها الصفراء وهاد التورته هادي ديال اللي كسميتو هكذا اللي كتكون ديال مالحه هنا في فرنسا، لان هادي راها تورته فرنسيه البنات. بصراحه فيها اشكال كثيره كثيره كثيره، وغنحاول ان شاء الله كل مره غادي نحط لكم شكل، وفيها باس يعني راه من نوع واحد كنقدو اننا نديرو شكيلات متعدده، وكنزوقو الطبيله ديالنا واخا تكون شي حاجه قليله قليله، ولكن كنزوقو الطبيله ديالنا بشويه من هكا شويه هكا شويه هكا وصافي. راه حنا كلنا مساكن، غير خاص المراه تكون كتخدم عقلها فقط، راه ما كاينش شي حاجه اللي نقولوا انها صعيبه ولا شي حاجه اللي لا، بالعكس البنات راه غير خاص بنادم يخدم العقل ديالو. هانتوما البنات شوفوا الدوره الاولى كيفاش جات غزاله ما شاء الله. صافي البنات غادي نكمل هادوك اللي باقيين باش ما يجيكمش الفيديو طويل طويل طويل، انا كتعجبني المهوده معكم ولكن غيجيكم الفيديو طويل. صافي البنات غادي نكمل هادو اللي بقاو هنايا ونوريكم المرحله اللي غادي ندير من بعد منها. هانتوما البنات شفتوها كيفاش جات. دابا البنات غادي ندوزو للمرحله ديال الاخيره وهي الاعشاب المنسمه، يعني غادي نغطيوها كامله مزيان، راه كتبغي تكون فيها نسبه زوينه، يعني ماشي نديرو لها غير شويه ديال الاعشاب، هادي اصلا كتبغي الاعشاب. دابا غادي ندير الملح، نديرو البنات الملحه على حسب الذوق، ردوا بالكم لا تمشيو تملحوها البنات، هي مطيشه كتبغي الملحه ولكن غير شويه شويه. دابا البصل يعني الفلفل الاسود، هانتوما البنات صافي هكذا. صافي دابا جاهزه، غادي ندفعها في الفران طيب ونرجع معكم البنات. انا وليت درت واحده اخرى، يعني درت الثانيه، هذه هي الاصليه هكذا البنات، الاصليه كتكون
كلها حمراء هكايا بالطماطم الحمراء هكا، شفتوها البنات؟ هذه هي الاصليه، درتها نفس الطريقه اللي درت بها الاولى، الا ان هذه درت فيها الا الطماطم الحمراء باش نوريكم الاصليه كيفاش كتكون. يلا ملي غيطيبو بجوج ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش جاو بجوج بهم، واعطيوني الراي ديالكم واش من الاحسن الاصليه ولا ديال نزهه ميكسولوج. يلا نتسنى التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. صافي البنات، انا خرجتها من الفران، وهما الفرنسيين كيقدموها على هذا الشكل هكا. عندهم المنظر فيها هو انه يحطوها مع الكاغيط هكا ديالها وهو محروق مع الجناب، كتعجبهم يحطوها بهذا الشكل هكذا، ولكن حنا كنحطوها هكذا. ضروري نحيدوا لها الكاغيط، يعني حنا ماشي بحالهم، ضروري نحيدوا لها الكاغيط ونديروها في الطبسيل، وخصنا الطبسيل يكون كيبان ضروري. هانتوما البنات شفتوها كيفاش جات، يعني كتجي محمره، حتى الطماطم خاصها تكون حتى هي محمره، كتجي غزاله في المذاق. صافي، والاخرى راني ديرها في الفرن حتى هي، نوريها لكم غير شويه دغيا دغيا ونسالي الفيديو. صافي البنات، كيف ما كتشوفوا ها هي اللي خرجت هذه من الفران. ها انتما كيفاش كتجي هذه، يعني حتى هي خاصها تكون الطماطم يعني المطيشه تكون محمره من الفوق ومن التحت، كتكون مزيانه وجاي الريحه ديال هذه الاعشاب، كتكون رائحه غزاله البنات. شكرا لكم حبايبي على حسن المتابعه ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم هذه الوصفه هذه. شكرا لكم حبايبي، وصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسالي، جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري، فاجزهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي، كم سهرت من أجل ليالي، ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال، تسمو بعظيم الأفعال.